5 لـ10% من النساء حول العالم يعانوا من متلازمة تكيس المبايض. هاي مشكلة شائعة وموجودة، وأسبابها ممكن نقول وراثية أو طبيعية مكتسبة، لكن رح نتحدث عن هاي المشكلة اللي ممكن تواجه النساء قبل الزواج وممكن حتى بعد الزواج وتؤدي إلى تأخر الإنجاب. اخترنا اليوم الدكتور مازن الرواشد استشاري أمراض العقم وأطفال الأنابيب للتحدث عن هاي المشكلة. مرحبا دكتور مازن. اهلا وسهلا، شكرا لكم على الاستضافه، وموضوع فعلا شيق ويستاهل الواحد يحكي عنه. دكتور انت قلت لي نسبه انتشارها واسعه، لكن شو هي اعرافها؟ كيف ممكن نعرف انه هاي الفتاه او السيده مصابه بمتلازمه تكيس المبايض، او ممكن تكون مشكله عرضيه وما لها علاقه بتكيس المبايض؟ هي في حالات كثير ما بكون عندهم اي اعراض، احنا بالصدفه بنشوفهم مثلا اذا عملناهم عمليه او شفناهم بالالتراساوند بكون عندها موجود متلازمه التكيس، بس معظم الحالات عاده بيراجعونا يا بيكونوا بنات غير متزوجات، واكثر شيء بيشكوا منه صراحه هو عدم انتظام الدوره الشهريه، الدوره ما بتنزل، ممكن تاخر شهرين ثلاثه او بعض الاوقات تاخر لست اشهر سنه، وينجبروا ياخذوا حبوب تنزيل الدورة الشهرية، هاي كثير مزعجة للستات للبنات. الشغلة الثانية عندهم قابلية للسمنة، لزيادة الوزن أكثر من غيرهم. والشغلة الثالثة اللي كثير بتضايق منها البنات اللي هي شعر حب الشباب وزيادة نمو الشعر في مناطق غير مرغوب فيها، مثل بالوجه هون في المناطق هاي أو في البطن، فكثير بيزعجهم هاي. طيب دكتور أنت قلت من ملامح وأعراض هاي المتلازمة اللي هي السمنة، هل في شكل مميز لسمنة متلازمة تكيس المبايض يفرقها عن السمنة الطبيعية الناشئة مثلا عن النظام الغذائي السيء وما إلى آخره من الأسباب الأخرى؟ هلا احنا لما ندرس متلازمة تكيس المبايض بنطلع على الشغلات الهرمونات الرئيسية اللي بتأثر فيها هاي الشغلة، أكثر الهرمونات بتأثر المبيض لما يكون ضخم متضخم حجمه، في خلايا معينة تفرز هرمون الذكري اللي هو أندروستين ديون معروف، وهذا الهرمون بزيد الحب الشباب وبزيد الشعر. وشغلة ثانية كثير مهمة دائما احنا نطلبها انه يكون عندهم هرمون الانسولين في نسبة معينة منهم بكون مرتفع، فبنطلب لهم من هرمون الانسولين على الصيام، اذا كان مرتفع هذول بكون عندهم اكثر من غيرهم قابلية للسمنة لانه مشكلتهم ما بيقدروا يسيطروا حالهم. وممكن تصير عندهم مشاكل مقاومة الانسولين؟ بالضبط، في مقاومة زيادة مقاومة الانسولين وارتفاع بنسبة الانسولين في الدم، فهذول باخذوا كمية من الكربوهيدرات باكلوا اكثر من غيرهم والسكريات، فهم بكون عندهم قابلية اكثر من اي ناس ثانيين للسمنة، فلذلك هذول لما نعملهم انسولين. اذا هي السمنة سمنة اي انسان عادي؟ بالضبط، مو شرط نقول مثلا منطقة الارداف او المنطقة العلوية في الجسم اذا هي معها تكيس مبايض، لا، السمنة بكافة تفاصيل الجسم بتكون، بس معروف هي بالبطن اكثر شيء، اكثر شيء في منطقة البطن، هذا اللي راح اوصل له. طيب دكتور شو علاج السمنة في هاي الحالة؟ وهل احنا بنعالج تكيس المبايض ولا نيجي على الاسباب، مثلا نعالج السمنة على حدة، نعالج تأخر الدورة على حدة، او نعالج مثلا نمو الشعر غير المرغوب فيه على حدة؟ كيف بتكون العلاجات المتخذة تجاه تكيس المبايض؟ هذا سؤال كثير قيم وكثير ممتاز وكل الناس بيسألوه. التكيس ما له علاج، احنا ما بنعالج التكيس، التكيس بضل معها موجود طول عمره، احنا بنعالج فقط اعراض التكيس. ايش جاي تشكي الست منه؟ تشكي في عدم انتظام الدورة الشهرية، نعطيها منظم بنرتب امورها، عندها زيادة سمنة بنعمل لها برنامج كامل، بنعطيها مساعد لتنزيل الانسولين في الدم، مساعد السكري، بنعملهم طيب نظام غذائي معين، نظام نشاط ورياضه حتى تخفف، مو شرط انه تنزل وزنها، على الاقل تحافظ على نفس الوزن، لانه مساعد السكري انا سمعت انه ممكن يثبت الوزن معه مع مرور فتره طويله من اخذه، صح؟ بالضبط، انا ما عندي اذا ما اعتمد عليه كليا. هو مش بس هو اهم شيء لما بتاخذه ما يصير عندها زياده في الوزن، ثبته، لو ثبتته هذا شيء جيد، لو تركناها ما اخذ الدواء بتصير تزيد الوزن بغض النظر، يعني عرفتي؟ فهي ضروريه. هاي الادويه دكتور مثل مساعد السكري او مضاد التستوستيرون ممكن توصوا بتاخير الحمل لما تيجي المريضه تتناولها؟ طبعا ضروري، ما بصير لانه ما بصيرش تعطيها مضاد لانه ممكن ياثر على الجنين اذا كان في حمل. فعندنا خيارات بصير، بدها تعالج السكر، بدها تعالج زياده هرمون التستوستيرون، تعالج زيادة الشعر مع الحب الشباب، بدها تنظم الدورة، أو إذا كانت هلأ إحنا هذا الجانب اللي بيكونوا غير متزوجات، المتزوجات وبدهم حمل هذول التعامل معهم بطريقة أخرى مختلفة. إحنا بنعرف التكيس المبايض أو المبيض المتكيس إحنا بنسميه المبيض الكسول، كسول بحط راسه بنام،
ما في بويضات يطلع، أو في بويضات كثار بيكونوا 10-15 بويضة ما اختاروا بويضة معينة حتى تكبر، فلذلك هذول التعامل معهم بطريقة بسيطة سلسة بس متابعة حثيثة مع الطبيب. يعني إذا بنعطيهم منشطات ممكن ما يستفيدوا، أو يستفيدوا إن جب نعطيهم فترة طويلة بدل نعطيهم لخمس ست أيام، ممكن نعطيهم لأسبوعين أو ثلاث أسابيع، بس في استجابة 100% راح تكون في استجابة. هاي شغلة. هذول اللي بدنا ننشطهم مجرد ما صار بويضة بننزل بويضة، بنحدد وقت الجماع، ممكن إذا كانت فترة تأخر الحمل فترة طويلة أكثر من سنتين أو ثلاث ممكن نفكر نعملهم شيء اسمه حقن صناعي أو تلقيح السائل من داخل رحم الست. إذا كانت فترة تأخر الحمل أكثر 4 أو 5 أو 6 سنوات أو 6 كانت هذا بيعتمد على درجة تكيس المبايض. إذا كانت تكيس المبايض شديدة كحالة عندها ممكن فعليا تؤدي للعقم مثل ما أنا نوهت في الانترو للفقرة. هو صعب نسميه عقم، هو تأخر حمل أكثر من عقم، لأنه ما في عندهم إباضة، ما في بويضة نازلة حتى تتلقى حتى تصير حمل، فهم. لكن الإشاعات اللي تقول إنه ممكن يؤدي للعقم نقول غير صحيحة. لا غير صحيحة. أسهل إشي التعامل مع تكيس المبايض. المبايض متكيس إذا عرفت كيف تتعامل معه، يعني حددت درجة التكيس إذا كانت خفيفة أو متوسطة أو شديدة، حددت نوع العلاج المناسب إلها، حددت الجرعة المناسبة للدواء، عملت متابعة حثيثة ودقيقة للتنشط شيت الإباضة. لأنه مشكلته المبايض متكيس فيش عنده حل وسط، يا بيض يا اسود، يا بيضل نايم ما بيستجيب بالمرة، يا بيستجيب مرة واحدة بصير فرط إباضة وبصير تهيج المبايض. هون بنآذي الست. تصور يعني البويضة بدل ما نطلع لها بويضات ثنتين بيطلع لها 20 بويضة. بصير مبيض كبير، ممكن يعمل سوائل في البطن، ينفخ بطنها، يتعبها. فلذلك هذول أهم إشي قلت لك، العناية الحثيثة ورصد الإباضة ومتابعتها بدقة، وعادة معظمهم بيستجيبوا. دكتور بالحمل بيكون في متابعة خاصة للمريضة اللي عندها تكيس مبايض أم تعامل كحمل طبيعي بدون أي مشاكل؟ هو مجرد ما صار حمل خلص تتعامل زيها زي أي ست عادية. والإنجاب العملية بتكون قيصرية ولا طبيعي؟ ما له علاقة. ما في حمل حمل والولادة ولادة ما له علاقة بالموضوع. إن شاء الله كان حمل تنشيط أو حمل IVF أو حقن أو أي شو نوع الحمل، حمل حمل والولادة ولادة. هلا إذا في دواعي طبية لعمل قيصرية موضوع آخر. مثلا الست عندها تسمم حمل، عندها زيادة بالضغط، الوزن البيبي كبير، أو موضوع هذه الأسباب اللي تدعو لحدوث القيصرية. بس ما يعني لا يعني ذلك إذا في تكيس معناته نعمل قيصري. لأنه دكتور كثير ناس تخلط بين الألياف للرحم وبين تكيس المبايض وتعاملها المعاملة سواء. فالحمد لله يمكن إحنا قدرنا اليوم أن نقدم معلومات بتخص تكيس المبايض ونوعي المشاهدات أكثر بهذا الموضوع. في نصيحة أخيرة دكتور ممكن توصلها للمشاهدات للوقاية من حدوث تكيس المبايض، ولا لا يوجد عوامل ممكن تساعدنا على الوقاية من حدوثه؟ هو ما في وقاية، هو موجود أصلاً، هو مرض وراثي ينتقل من الأم أو من ستها للبنت، فهو موجود عندها أصلاً من ما بتبلغ، من بصير عندها سن البلوغ بتبلش أعراضه. إذن دكتور في نهاية حوارنا خلينا نوصل رسالة للمشاهدات اللي بيعانوا من مشكلة تكيس المبايض، وإحنا قلنا هي مشكلة شائعة مش مرعبة أو مخيفة. طيب شو بتقدم لهم نصيحة؟ بقدم لهم نصيحة أنهم يراجعوا طبيبهم، يلتزموا مع تعليمات طبيبهم شو بيعطيهم التعليمات. التكيس هو مش مرض، هي عادي لازم يتعايشوا معه. إذا عندها أعراض يتم معالجتها ومتابعتها. يلتزموا بالدايت، يلتزموا بالرياضة، يلتزموا الأدوية اللي بيعطيهم إياها الطبيب، وبس حياتهم طبيعية زيهم زي أي ست ثانية. أهم شيء الرسالة اللي دائما بنوصلها خلال حلقات عوافي بأنه لا تأخذ أدوية من رأسك. بالضبط. إذا أنت لاحظتي موجودة عندك المشكلة الفلانية توجهي إلى طبيب نقولي المختص. فتكيس المبايض هي اختصاصكم دكتور. بالضبط. شكرا على المعلومات اللي قدمتها للمشاهدين، ونتمنى إن شاء الله لك التوفيق في مسيرتك دكتور. شكرا لكم على القدوم وكل التوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يسلمك.